ولا البنت كتخاف بانها تتكلم اول حاجه مع والديها. دونك هنا لي بارون خصو يكون واحد التوازن. وانا كنأكد وكنعاود ناكد على العالم القروي، لان كاين واحد المجموعه ديال الفتيات اللي كيتعرضوا لهذا العنف، ولكن صعيب باش تمشي تدوي مع امها ولا باها تقول لها هذا المشكل. رجاء حميل منسقة مركز استماع بجمعية تحدي للمساواة والمواطنة، على خلفية واقعة انتشار مئات الصور والفيديوهات الخاصة بنساء وفتيات خصوصا القاصرات عبر تطبيق سناب شات، واللي تم يعني التشهير بهم عبر مواقع أخرى ولا عبر تطبيقات أخرى، فجمعية تحدي المساواة والمواطنة تابعت بشكل كبير هاد الواقعة، ويعني هي دائما تتصدى لهذه الظاهرة، خصوصا وأن الجمعية كتشتغل على موضوع العنف الرقمي منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم في مختلف الجوانب، لا في الجانب القانوني. يعني الجمعية قامت بعدة مذكرات ترافعية من أجل تطبيق جيد لقانون 113 اللي هو قانون مراهنة العنف ضد النساء، وكذلك من أجل تعديل القانون الجنائي. علاش؟ لأن مجموعة من النساء والفتيات اللي كيتعرضوا التشهير والتهديد بنشر صورهم الحميمية كيخافوا أنهم يبلغوا، لأن كيخافوا من المتابعة من الفصل 490 في القانون الجنائي. هذا الشيء علاش كنحاولوا أننا نشجعوا البنات على أنهم يبلغوا ويبوحوا بهذا المشكل اللي كيتعرضوا ليه. الجمعية تلقات يعني في ظل هذا الأسبوع اللي فات ما يزيد على 50 اتصال ديال البنات من مختلف الأقاليم المغربية اللي صرحوا على أنهم كانوا ضحايا ديال هاد الحادثة ديال اختراق صور في تطبيق سناب شات. خاص تكثيف الجهود، كل واحد خاصو يقوم بالدور ديالو، لا مجتمع مدني، لا نيابة العامة، لا ضابطة القضائية، كذلك الإعلام الهادف والإعلام الجاد اللي خاصو يسلط الضوء على الظاهرة، وكذلك خاصو يحسن الصورة ديال هاد البنات، لأن المجتمع كيشوف فيهم بواحد نظرة خايبة وكلشي كيلومهم. وحنا هنا أغلبية كنهضروا على بنات قاصرات ما واعياتش بخطورة الوضع، ما عارفينش راسهم شنو كيديروا. هادشي علاش خاص كل واحد يقوم بالدور ديالو، لا من الأسر أنها تحاول توعي وليداتها وتربيها تربية جنسية وتفهمهم على أنهم حتى شي واحد ما عنده الحق يخترق الحميمية ديالهم، لا مجتمع مدني خاص يقوم بالتوعية والتحسيس، كذلك رئاسة النيابة العامة خاصها تفتح تحقيق في هذا الموضوع من أجل متابعة الجنات. على حسب تصريح البنات اللي تواصلوا معنا، أغلبية كيهددوهم، وملي كنتكلموا على التهديد كنتكلموا على واحد العذاب نفسي، على واحد المعاناة وواحد القلق وواحد الأرق، ما كتعرفش راسها في أي نهار يقدر يتلاحوا لها هذوك الصور. كاين بنات يتعرضوا للابتزاز الجنسي، يعني علاقة جنسية مقابل عدم نشر هذوك الصور، وكاين اللي باغي الفلوس، يعني ابتزاز مادي. وللأسف الأغلبية فيهم ما يقدروش يبلغوا لأنهم قاصرات، وكنعرفوا على الآن القانون كيحث التبليغ للقاصرات والقاصرين لأنهم يكونوا مرافقين ومرافقات بالولي القانوني ولا الولي الشرعي ديالهم. وهنا البنات ولا الأولاد، ولكن أغلبية البنات ما تيقدروش يبوحوا للأسر ديالهم يقولوا لهم شنو المشكل اللي واقع، فبالتالي كتبقى دائما تحت رحمة هذاك المعتدي. صراحة احنا مجموعة من البنات اللي تواصلوا معنا ما صرحوش لوالديهم، خصوصا القاصرات، يعني كيحاولوا يقلبوا على يد المساعدة. هادشي علاش تواصلوا مع الجمعية، وحنا كنشتغلوا معاهم في الجانب النفسي في تقوية النفسية ديالهم، لأن وضعيتهم النفسية مهزوزة، يعني كيعيشوا قلق، كيعيشوا رعب، كيعيشوا خوف، وكيفكروا في الانتحار. حنا ما بغيناش البنات ديالنا يموتوا، ما بغينا حتى شي شابة تفقد الحياة ديالها جراء هذه الحويجات اللي وقعات، لأن هذاك المعتدي ما عارفش خطورة الوضع، ما عارفش أنه كيقيس الحياة وكيقيس السلامة ديال واحد الشاب اللي هي في مقتبل العمر. هذا الشيء علاش خاص الأسر حتى ما يلاحظوا إلا بانوا لهم بنياتهم وليداتهم داخلين في واحد العزلة في واحد التخوف، خاصهم أنهم يعرفوا شنو واقع. وهذا الشيء علاش خاص بناء جسر تواصل مع وليداتنا من سن صغيرة. مجموع الصور اللي توصلت بها الجمعية ولا اللي صرحوا بها البنات هي صور ذات طبيعة جنسية، ولكن هي صور فردية، يعني ما كانوش فيها جوج الناس، كانوا فيها البنات بوحديتهم، وهادشي اللي كيأكد اختراق المعطيات الشخصية ديالهم. أنا اللي نبغي نقول أولا خاصنا ما نلوموش هاد البنات، لأن المجتمع كيلومهم، الأسر كيلومهم، كلشي كيلومهم. حنا خاصنا نسمعوا ليهم ونشدوا بيديهم ونعاونوهم باش يخرجوا من نفق العنف، ونقولوا للبنات من هاد المنبر حتى شي بنت ما تبارطاجي الصور الحميمية ديالها، حتى شي بنت ما تصيفطش تصويرة لشي واحد شنو ما كان طبيعة العلاقة معاه، صديقها، زوجها، مجهول. علاش؟ لأن ديك الصورة ما كنبقاوش قادرين تحكموا فيها من بعد، يمكن كتصيفطيها لواحد ولكن من بعد كتولي في على لابوغتي ديال واحد 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 3000 بحال اللي واقع دابا في هذا الشيء ديال سناب. للاسف كنظن ان رئاسه النيابه العامه ولا الامن الوطني كيقوموا بالبحث ديالهم، وكنتمنوا ان يتم القبض، القاء القبض عليه ويتعاقب، لانه
كان سبب في تدمير حياه بزاف ديال البنات. شحال من وحده كانت كتقرا مابقاتش قادره تمشي، شحال من وحده خدامه مابقاتش قادره تخدم، شحال من وحده اللي فكرت تنتحر. فبالتالي راه الوضع خطير جدا، ويجب يعني تكتف الجهود من اجل اننا نوقفوا هذا الظاهره. اولا كيتصلوا بنا هاتفيا، كيتصل بنا هاتفيا، كيتصل بنا عن طريق منصه التواصل الاجتماعي ديالنا وصفحاتنا، كاين اللي كيتصل بنا عن طريق اصدقاء وصديقات ديالو. وهنا اليوم حنايا تنتصلوا بهم، تنسمعوا لهم، تنديروا لهم الدعم النفسي، وتنشرحوا لهم القوانين، وكذلك تنشتغلوا معاهم عن طريق بعض التقنيين من اجل حجب بعض الصور ديالهم والفيديوهات ديالهم. وهذا تنعتبروه مهم جدا، هي خطوه من الخطوات الايجابيه. حنا ما غنقدروش، حنا ماشي الدوله غنديروا بزاف الحوايج، ولكن على الاقل عندنا واحد الامكانيات التقنيه، عندنا واحد الامكانيات معرفيه اللي ممكن يتواصلوا مع القاصرات فيها. خاصنا احنا اي واحد لا راجل لا مرا تيصور راسه في مواضيع مختلفه. حنا باش نتكلموا على العنف الرقمي، الرجاله جاوا الجمعيه اللي تمارس عليهم العنف الرقمي، لقاو راسهم صورهم وفيديوهاتهم في مواقع مختلفه، حتى الرجاله شباب الرجاله في مواقع كذلك في مستويات عاليه من النضج ومن المعرفه ومن الذكاء الى اخره. حنا تنقولوا اليوم اننا في الوقت اللي بغيت ندير الصوره ديالي تنعرف كيفاش غندير نصور، فين غنحط الصوره ديالي، لاننا حنا اليوم امام واحد الهاتف اللي تنحطوه في الحقيبه ديالنا، وتنقدروا نكونوا في الشوارع ديال المدن ديالنا، ممكن في اي لحظه يكون شي واحد يسرقهم لنا ويفضح المعطيات الخاصه. اذا اليوم خاصنا نعرف بان اي معطى ديالي اللي تيكون في الهاتف المحمول ديالي، في الهاتف الذكي ديالي، في لي ريزو سوسيو ديالي، ممكن انهم يكونوا هما واحد القنبله موقوته فيديه. اذا حان الوقت باش نعرفوا اهميه الصوره والفيديو اللي ممكن انني نصور. كاين عمل، حنا ممكنش ما نقولش كاين عمل كبير ديال مديريه الامن، كاين عمل كبير ديال رئاسه النيابه العامه، كاين عمل كبير ديال الدرك الملكي في هذا الجانب المتعلق بالحمايه ديال المعطيات الخاصه، وكذلك حمايه النساء والفتيات من العنف بكل اشكاله والعنف الرقمي. بل حنا عندنا في المغرب كاين عندنا مديريه مكلفه في الامن، مكلفه فقط في الرقمي، ولكن حنا بغينا تشديد العقوبه، بغينا قوانين اللي يكون فيها هذا المعتدي ما غيخرجش من الحبس. بحال قتل الروح، لان قتل الروح راه العنف الرقمي هو قتل الروح، هو القتل، لان هذيك الصوره تتبقى دائما متجدده في الزمان والمكان. صح. هي ما تتمحاش. كيفاش حنايا اليوم غنضربوا واحد المعتدي بعام عام ولا عامين ولا ست شهور، وفي الاخر غيخرج وغيندد ولا غادي يفضح ولا غادي يعمم هذوك الصور مره اخرى. اذا حنا بغينا اقصى العقوبات في هذا المعتدي اللي تمارسوا هذه الممارسات داخل لي ريزو سوسيو. كنقول اي مواقع تتمارس العنف الرقمي وتتمس بالمجتمع وما تتكونش عندها دور تربوي خاصها تحجب، تكون تيك توك ولا اوتر. حنا بغينا مواقع التواصل الاجتماعي، مصطلح تاع التواصل الاجتماعي والتواصل الايجابي، ماشي التواصل السلبي، ماشي هو السب والشتم، ماشي هو الاهانه، ماشي هو الذل، ماشي هو القهره، ماشي هو الظلم، ماشي هو الاعتداء، ماشي هو الشونطاج، ماشي هو تنبيع ونشري في اجساد النساء. حنا بغينا مجتمع اللي يكون يؤمن بالانسان، تيحترم المعطيات الخاصه ويحترم الحريات الخاصه، وكذلك انه يكون فيه الردع لكل من اعتدى على حريه الاخر. العنف الرقمي كنشوفوه بانه انتشر بقوه، وهو من اخطر العنف اللي كيتمارس على المراه بصفه عامه والرجل كذلك، وخاصه في الفضاء الازرق. كنشوفوا هذا النوع من العنف علاش كينتشر بحده، وعلاش عنده واحد التاثير يعني خطير على النفسيه ديال هاد اللي كيتمارس عليه العنف، هو ان صاحب الحساب ما كيكونش بعدا معروف باش نطبقوا عليه القانون. ثانيا هاد العنف خصو هاد التوعيه خصها تنتشر خاصه في المدارس. علاش في المدارس؟ حنا كنشوفوا الواقعه اللي وقعت مؤخرا في واحد المؤسسه تعليميه، ان المدير تحرش بواحد الفتاه وما كانش عندها واحد القوه الشخصيه، ومربينها والديها انها ما تخافش، ما كانش ديك المحيط انه غادي يعرف بان تمارس عليها واحد العنف. اذا السكوت على العنف تولي جريمه. اذا خصنا نتعلموا كيفاش نوعيو الشباب ديالنا ونوعيو التلاميذ ديالنا والاطفال ديالنا انهم ما يقبلوش العنف، وذلك عن طريق الاسره اولا، اللي خص هذه المؤسسه ديال الاسره هي مؤسسه كتكون من جنسين، يعني خصهم يكونوا متفقين على تربيه الاطفال ماشي بطريقه العنف، بل بطريقه المناقشه، بطريقه مثلا انهم يجردوا ولادهم من الخوف ويجردوا ولادهم من القمع، ويخليوا الوليدات ديالهم انهم
يتكون عندهم واحد حريه الحوار ويربيهم على الحريه المقننه. قبيله هضرنا على قضيه اللباس وهضرنا على قضيه الحريه وان الجمعيه مثلا يعني كتبالغ في الحريه. خصنا نعلم وليداتنا الحريه المقننه. ومن اخطر انواع العنف، علاش؟ لان هذيك الصور تقدر تلعب على ديك الفتاه طيلة العمر حتى الممات، وتقدر هي تسبب لها في الممات عن طريق الانتحار. كذلك كاين واحد انتحار اخر، ماشي غير انتحار تطلع الفوق ولا يعني تشنق راسها ولا شي حاجه، كاين واحد العنف هو الصمت، هو الاكتئاب، هو الانطواء. يعني كنخرجوا على هذه المراه انها ما غتقدرش تندمج في المجتمع كيفما كان نوعه. بطبيعة الحال غتدمر الحياة ديالها، وغادي تسبب كما قلت لك غادي تصبر غادي تسبب لا في مشاكل نفسية اللي غتعيشها المرأة، غتبقى تمرس عليها طيلة السنة، وأنها غتبقى وخاصة الخوف. الخوف ما تقدرش تبلغ، الخوف ما تقدرش تتكلم، الخوف ما تقدرش تعبر على الإحساس ديالها. الخوف أن أي عمل تبغي تقوم به إلا وأنه كتحس بالخوف. تأثرت وديجا أنني بعدا خدامة في الميدان ديال التعليم، أن وليداتي تنعطيهم كامل الحرية حتى بالنسبة للمصطلحات اللي كيسمعوا في المؤسسة، باش نعطيهم قواعد ديال ديك مثلا تفسيرات ديال ديك المصطلحات، كذلك الإحساس ديالهم كنناقش معاهم الإحساس ديالهم، كذلك كان أي سلوكات وتصرفات ديالهم كنناقش معاهم بزعما بكل حرية. علاش؟ باش هذيك البنت تعرف الحدود ديالها، والولد يعرف الحدود ديالو، خاصة حنا في واحد العصر اللي كنعيشوا أزمة أخرى. جات من المؤسسات التعليمية أولا، لأن بعض البرامج ما بقاتش كاينة في البرامج ديالها، بعض الدروس ما كايناش في البرامج ديالها. كذلك الأب إلا كان عاش في واحد الطفولة يعني عنيفة وصعبة، كيمارس داك الشيء على ولادو خاصة بالخوف، كيبقى يخاف 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 حتى داك الشيء كيتكرس على ولادو، وبالتالي كتولي ديك أن الطفل كيولي كيمارس شي حوايج في الخفاء، والفتاه كتسرع. علاش؟ لان من كتشوف الوالدين ديالها ما كيعطوهاش واحد الاحساس ديال الحب كتبدا هي تبحث عليه، ومي كتبحث على داك الحب كتولي تطيح في واحد اليد اللي ما كترحمهاش وانها كتقضي عليها في الحياه ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.